15 عاماً هو عمر أمنية وعمر تاريخها الطبي وعمر معاناتها مع المرض، فقد ولدت أمنية مصابة بورم دموي بالثدي، وبرغم كثر مراكز الأورام والعلاج المتاح والتقدم الطبي لعلاج أمراض الأورام، إلا أن حالة أمنية لم تكن بالسهلة، والتي آلت إلى استئصال ثدييها الأيمن والأيسر في سن مبكر. نزل بورم دموي في صدرها الاثنين، عملها جراحة الدكتور أحمد سمير في عام 96، قطع لها صدرها الأيمن الأيسر. تخلف عنه كل سنة، أعمل عمليتين ثلاثة، يطلع ورم وأشيله، يطلع ورم وأشيله، لغاية ما قالوا ده خبيث حللوه، ورحت كل الدنيا بيها. في الآخر عملت عملية نفل في صباحها الشمال، دكتور عمله لها في عيادة خارجية، راح عمل لها تهتك ودمور في إيدها الشمال، وطبعا صدرها طبعا متشال وجسمها كله متشوه من الدمور والحاجة اللي عندها. العمليات الجراحية التي مثلت لها أمنية لم تكن حلا لمشكلاتها الصحية، فبعد بتر ثدييها لمحاصرة الورم والقضاء عليه، ونظرا لأنه خبيث، فقد انتقل من ثدييها إلى ذراعها الأيسر لتكون المحصلة عمليات جراحية وضمورا في عضلات اليد اليسرى. أنا عملت قرار بالتأمين الصحي، وافق إن يعمل لبنتي العملية، والدكتور وائل الشيمي ماشي معايا في الإجراءات، بس مش قادر فين، يقول لي أنت بآخر حاجة، أنت بتضيعي في وقت. ما أعرفش أنا بضيع في وقت، أنا عايزة بنتي تفرح زي أي بنت، أمنية حياتها دلوقتي عروسة وكده، في مقتبل العمر، عايزة تفرح زي أي بنت. نفسيتها تعقدت، وأنا نفسيتي، أنا نفسي تعقدت، ما أشوف عيلتي مش الحتة اللي هي بالنسبة، والبنت الصغيرة طالعة طبعا مش طبيعية. فكانت أمنية دي أمنية حياتي، رجلي وسندي وحتة مني، فكل ما بشوفها نفسي أي حد يساعد من أمنية، مش عايز يساعدها مش معلتها. لم تكن الحالة المرضية التي أصيبت بها أمنية هي المعاناة الوحيدة للست فتحية، بل لقد كانت إصابة ابنتها الأخرى منا بعيب خلقي مركب في القلب هي المشكلة الأخرى التي تبحث لها عن حل. منا عندها عيب خلقي بالقلب مركب، عملت لها، قالوا لي اعملي قسطرة، عملت قسطرة، وهي عندها 9 أشهر، بنتي منغولية، بس أنا يعني أسيبها، أنا أسيب بنتي، عايزه يعني اعمل اللي عليا عشان ربنا، دي امانه ربنا مديها لي، اسيبها بيدي لي عظه انا يعني ارميها، عشان هي منغوليه مش هسيبها، ده بتاعت ربنا، لازم احافظ، امانه من عند ربنا مداني، لازم احافظ عليها. برغم الأزمات التي تعرض لها الأسطى محمود وابتلائه في ابنتيه بأمراض ربما من الصعب علاجهما، وبرغم عدم قدرته على تحمل نفقات العلاج، إلا أن الرضا والقناعة اللذين باتا واضحين عليه هما أهم ما رسمته ملامح وأعين ونفس الأسطى محمود عامل الخراطة. والله وربنا بيقوينا عليهم، ولاد الحلال برضو هم اللي بيقدر يعمل حاجة بيعني. انت ومراتك قرايب؟ لا، هي من الكفر من هنا، بس مش قرايب. ايه اللي انت بتطلبه لحالات بناتك؟ اللي انت عايزه؟ ناس اشوفهم كويسين زي اي بنات، يعني افرح بيهم، مش عايز حاجة اكتر من كده. عاوز ايه؟ فضل من ربنا الحمد لله. أمنية التي قضت طفولتها وأولى مراحل شبابها بين الألم الجسدي والنفسي لم تستسلم لهذا وذاك، ولم تقبع تحت مظلة المرض، بل تمسكها بالحياة وأملها في الشفاء دفعها إلى استكمال تعليمها حرصا على مستقبلها الذي لن يعلمه إلا الله.
لما تبقي ايدك على طول مع على طول ورم على طول في المستشفى، يمكن طول عمري على طول في المستشفى، يمكن ما قعدتش في بيتنا اكتر ما قعدت في المستشفى على طول. الدكتور كل دكتور بيجرب في ايدي حضرتك، انا شغل ما بقدرش اكتب بايدي، وصدري متشال حضرتك بالايام دي بقى، يعني لما تكون حاجتين يعني مش عارفه بينفصلوا عن بعض وحاجه بتوجعني موت، صدري الشمال. وحضرتك على طول بقى ايه، كان دراعي دوت على طول بينزف دم. دلوقتي لما الدكتور قال الشمال الدنيا علاج قفل وقال لي ان شاء الله يعني هيعملها لي عمليه تجميل، وهنا برضو حضرتك من تحت بشرتي برضو بينزف دم. هو على طول كده بس، هو على طول اي حد يسالني مال ايدك هي عادي بقت حاجه بالنسبه لي، اقول له يا جماعه انا عامله عمليه في ايدي، يا جماعه انا عامله عمليه في ايدي. هي حاجه اصلا يعني ما حدش شافها قبل كده، فالناس لازم تسال، بس هما بيسالوني طبعا حاجه بتبقى تحرقني من جوايا. ويعني البنات يقعدوا يقولوا لي ايه، هو انت ما بتعمليش عمليه ليه؟ هو انت، اقول لهم يا جماعه هو يعني لا. يا جماعه الدكتوره هو اللي بوظها لي ومش نافعه ان انت تعمل، هو انت هتبني كده، هو انت مش عارفه ايه يعني. برضو اسئله الناس مش بتبقى، حضرتك انا معايا بنات وانا في مدرسه بنات اساسا، والناس البنات بيتكلموا والاستاذه بيتكلموا ومفيش حد بيسكت. رغبة وأمنية بشفاء منا وأمنية هو كل ما يحلم به الوسطى محمود والست فتحية لبناتهما. فإجراء زراعة لثدي أمنية وجراحة تعالج ما أصيبت به من ضمور في عضلات يدها اليسرى وعملية ناجحة بقلب منا هو الأمل الأخير الذي تتمسك به هذه الأسرة. نستعمل عملية نسيبها عليها زي أي حد، هو ربنا الحمد لله بيختبرني وانا الحمد لله الحمد لله، يعني انا صبره والحمد لله على اختباره، وبقول له الحمد لله انا صبره وانا يعني الحمد لله بصلي لك والحمد لله وبصوم لك والحمد لله. قلبي يا ابو القلوب يا متحمل يا متعذب يا صابر على العذاب ألم. أهلا بحضراتكم. لحكمة ما لا نعلمها نحن يا أمنية يعلمها المولى سبحانه وتعالى بيختبرك، وأنت قد الاختبار، ويعني أنا فعلا كلامك بيهزنا كلنا من قلوبنا من جوه. بشكر الزميلة أسماء اللي بتبحث فعلا وبتجيب